مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله مهارات جديدة وصفات يا رب تنول إعجابكم، وبناء على طلب حضراتكم هنعمل وصفة كمان من الوصفات اللي طلبت مننا، بما إن بقى الزيتون الأسود بقى موجود إن شاء الله تعملوه وتبقوا مبسوطين بيه، ونتكلم على التريكس بتاعته. أول وصفة هنبدأ بيها النهاردة هي المبكبكة. المبكبكة على الطريقة الليبية، وأنا ببعت تحية لكل أهل ليبيا، عندي ناس كتير جدا حياة متابعين ليا على صفحتي الشخصية من أهل ليبيا، وبحيي كل أصدقائي اللي اشتغلت وتعاملت معهم من خلال يعني ليبيين في مصر، ببعت لهم تحية وسلام لحد ليبيا. والمبكبكة يعني أنا دقتها من إيديهم، وكان اللي عاملها رجال مش بنات، يعني مش سيدات، وبيتقال دايما هم بيروحوا الخروجة بتاعتهم أو الفسحة اللي بيتفسحوها بره وهم اللي بيعملوا المبكبكة دي بإيديهم، فبيتقال إن الرجالة أشطر من السيدات في عمل المبكبكة دي. أوقات بيعملوها باللحم وأوقات بيعملوها بالفراخ، النهاردة إحنا هنعملها باللحم، وهنبعت لهم تحية وهنقول المقادير ونبدأ نشتغل فيها مع بعض. أول حاجة عندي لحم متقطع مكعبات، عندي مكرونة، المكرونة مش هسلقها، المكرونة بيتعاملوا فيها وهي زي ما حضراتكم شايفينها مش مسلوقة. بصل مفروم، فلفل حار، عصير طماطم، صلصة طماطم، هريسة حسب الرغبة، زيت، مرقة لحم، وكركم، ومية مغلية، وطبعا بقدونس للتجميد، دي حاجة كده ايه ترجع لحضراتكم. طيب الحقيقة هما كانوا بعتولي قبل كده توابل ليبية جميلة جدا لونها أحمر، فلفل الأحمر يعني ليها كده ايه توابل خاصة بالمبكبكة عندهم مختلفة عن اللي عندنا، لكن بتديها كده نكهة حلوة، أكيد كل بلد ليها اللمسة الجميلة بتاعتها. فخلينا كده نبدأ في أول خطوة، هنحط بقى كده إيه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، هنحط كده شوية زيت، وهنبدأ نحط البصل ونشوح الإيه البصل واللحم. هزود هنا، مش عارفة ليه البوتاجاز عمال يصفر النهاردة. طيب شدي كده بعيد، طيب ماشي، بسم الله. هاخد كده البصلاية، طبعا البصل اول ما بنزل البصل بحط كده رشة ملح وفلفل عشان تساعد البصلة تنزل الايه، وانا مش هكتر ملح لان انا عندي مرق برضو في شوية نسبة من الملح هستفيد بيه برضو. هقلب بقى كده، هنشوح تشويحة كده بسيطة للبصل. لا انا بشوف البوتاجاز بيصفر كل شويه ليه، سامعين؟ ايه يا عم خالد البوتاجاز بيصفر ليه كل شويه؟ يكونش واقف حكم النهارده وانا معرفش. طيب ماشي زي الفل. طيب بصوا، عايزه بس البصله تبدا تدبل كده وتصفر شويه، ليه بقى اتسمت مبكبكة؟ بيقولوا لي جوه في الكنترول عشان هي بتقعد تبكبك فقط بالاوقات، تبكبك بكبك تعمل كده بابلز وهي بتتصلصل، فعشان كده بيسموها مبكبكة. ماشي، نقلب بقى تقليبه كده، وبعدين هنبدا ننزل طبعا اللحم. حضراتكم زي ما انتم عايزين تعملوا اللحم او بدجاج مفيش مشكله، بس بصراحه احنا ايه قلنا نعملها باللحم. بحيي كل اصدقائنا اللي بيشوفونا من السعوديه ومن العراق ومن الجزائر ومن كمان تونس ومن المغرب ومن الكويت، في ناس كتير اصدقاء لينا يعني بيتابعونا من اماكن كتيره، وهم من الناس الحقيقي اللي بيتابعوا على طول، فانا برضو بحييهم، وان شاء الله نعمل لايف ونبقى دايما مع بعض باذن الله. بتبسط انه بيبقى فيه تواصل دايما بينا. بعدين هبدا انزل اللحمه بقى، بسم الله. انا بس عايزه اعلي هنا شويه، اعمل حراره دبل كده، ايوه كده، علشان ايه تبقى الدنيا لطيفه. اللحمه طبعا لو هي كانت في الفريزر احسن حاجه،
لفك التجميد ان انا بشيلها احطها على رف التلاجة تحتها صينية او حاجة. واللحمة طالما طازة وفريش خلاص، انا الحقيقة ما بشطفش اللحمة، لان اللحمة طالما جاية طازة و يعني من عند الجزار واحنا عارفين مكانها وجاية تمام، انا ما بشطفهاش زي الكبدة. هي فكرة الكبدة بس، يمكن الكبدة الجملي شوية اللي ممكن ننزلها في مية، في ناس بتحب ساعات تنزلها في مية وخل، معلقة خل كده يعني ايه تطمن اكتر يعني الايه ليها. يعني هنبدأ بقى هنزل بقى اللحمة، نديها تقليبة حلوة كده لحد ما اللون يتغير ويبقى اللون الايه الرمادي اللي حضراتكم شايفينه. معلش انا هحط شوية فلفل بتدي كده طعم مع اللحمة، اللي طبعا عايز يحط بهارات ممكن مفيش مشكلة. يعني احنا ممكن على في مصر انا لو اللحمة هحط السبع بهارات، معلقة صغيرة مثلا. بصوا كده حاضر كده، وهنبدأ ناخد الكركم بحب اشوحه قوي في الاول لانه بيطلع النكهه بتاعته، وكمان بتفرز ماده الكركمين لان انا اي مع اي ماده حاره، واحنا حطينا فلفل اسود. وبعدين الفلفل وبعدين تعالوا بس الاول ننزل الايه الصلصه، بحب اديها كده بما انها فيها مواد حافظه، فنروح ايه مدينها هي الاول اول حاجه عشان انا هزود صلصه، وممكن ما ازودش صلصه لو الطماطم بتاعتي كويسه وجميله. خلاص الهريسه مش هحطها دلوقتي، هما بيحطوا العصير الاول الحقيقه، فاحنا هننزل العصير. بسم الله، عصير الطماطم طبعا لازم نسيبها بقى شوية لما تاخد سوا اللحم دي قدر الإمكان، علشان أول ما تيجي تبدأ تدخل على التسوية هنبدأ بقى إيه نفكر في المكرونة. هي يعني ميزتها جميلة، وعلى فكرة في ناس كتير قوي بتحب تعمل مكرونة دي. عارفين إحنا في الأفراح في مصر هنا في ناس كتير قوي بتعمل مكرونة الأفراح اللي هي مكرونة النية اللي هي شبه المبكبكة من الألف للياء، بتحطها في الصوص من البداية وتسويها وتفضل تقلب فيها لحد ما يتظبط الايه الطعم، تلاقوها كده ليها طعم مختلف. حاضر نعمل بس كده، ايوه، ونزود النار هنا. وممكن احط معلقه الهريسه دي، انا حاطه معلقه واحده بس اهو، هسيبها بس تغلي غلوه كده حلوه، ولما اجي اضيف المكرونه ممكن ازود شويه مرق اذا احتاجنا عشان ما تبقاش الصلصه تقيله قوي، لازم هزود شويه مرق. هتطلع احلى مبكبكه ان شاء الله، بس طبعا لا يعلى على التوابل الليبيه بتاعتهم الجميله اللي كانوا بيجيبوا لي منها علشان اعملها على طريقتهم حقيقه. يعني هم ناس كرمه جدا ويعني ايه الوصفه دي عاده، وحتى كان عندهم كمان وصفه جميله جدا اسمها البطاطا المبطنه. بطاطا يعني زي البطاطس، احنا بنقطعها لصينيه البطاطس عريضه كده وبنقطعها دواير، هما بيشقوا كل دايره وبعدين بتتنقع في ميه وملح وبعدين تطرى، فما بتطرى بيحشوها هما باللحمه المفرومه وبعدين يحطوها في بريدنج كده وتتقلي وتبقى جميله قوي برده، ليها طعم حلو كده ومن الوصفات الحلوه. انا هبدا اغطي القمر دي بسم الله، ونصبح كده على مدام منال. صباح الفل. الفل والجمال. حبيبة قلبي ازاي حضرتك؟ ازيك عاملة ايه؟ حاسكيني والله. والله حضرتك أكتر، عاملة ايه حبيبة قلبي؟ الحمد لله الصحة جيدة الحمد لله، أنت أخبارك؟ وتسلم إيديك على المجدفة. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي. النهاردة هنخلي الزيتون الأسود الكلمات.
والله. طب ما شاء الله. ان شاء الله يعجبك والله. هو طريقته جميله وهو منتشر دلوقتي، وهينزل بعد الكلماطه حاجه نوع كده من انواع اسمه البيكوا، اللي هو واحده وواحده، ليه كده شكل جميل كده بنشتريه برضو بالسوبر ماركت، لكن انتوا هتعملوه في البيت احلى بكتير ان شاء الله. وعايزين كمان كنافه البنادق يا شيف عظيمه، هعمله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بامر الله، يوم الاحد الجاي ما دام منال هعمل البلوبيف ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، تأمري. الله يسعد قلبك زي الفل انت وكل الموجودين معاكي. صباحك رضا من رب العالمين يا فندم. تسلميلي تسلميلي، نورتيني وشرفتيني يا فندم. طيب انا بقى هنا سايباها، بصوا تبدا بقى تاخد، لازم ادي بقى تسويه للحم شويه. طبعا الصوص هيبقى جميل، طعم المكرونه هيبقى مختلف. بصوا هي وصفات شويه مختلفه، يعني لازم نقل الثقافات، ده مهم قوي، وان احنا نجرب وصفه كده حلوه. في الاخر الولاد بيحبوا المكرونه. تعالوا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه، نرجع بعد الاستراحه نشوف اخبار المبكبكه ايه. بصوا كده قبل ما نطلع، هي دي بقى المقصود بيها مبكبكه، هنرجع نوريها لكم بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. بصوا بقى بدأت تبكبك، تعمل البابلز الحلوة دي، ريحة حلوة قوي، وكان نفسي يبقى عندنا شوية التوابل الحلوة بتاعة الليبية الجميلة. اللحمة خلاص داخلة على سوا، اللحمة مش من يعني مش هتاخد سوا كتير الحمد لله، احنا بنجيبها علشان الناس تعرف تاكل. بصوا كده هناخد بقى ايه شويه المكرونه الحلوه دي، شايفين الجمال، تسلم الايادي. هنقلب تقريبا كده، الله، معانا ام اسلام حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي انت فين؟ انا اهو، وحشتيني جدا. انت اللي وحشتيني اكتر والله. انت فين مختفية ليه؟ لا مش مختفية، انت عارفة بقى ظروف اسلام. طب ربنا يطمنك عليه يا رب دايما، نسمع الخير عنكم كلكم يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. بتوحشيني. وانت كمان والله اكتر. حبيبة قلبي ربنا يديك الصحة والعافية. يا روح كل حاجة والله يا عبيد. حياة قلبي، ربنا يسعد قلبك ويخليكي لينا يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي على كل حاجة. تسلمي يا عمري. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا دايما كده منورة الدنيا. تسلمي لي دايما معانا ومنورين في قناة الأهلي كلكم بجد. دايما قناة الأهلي والأهلي منور دايما. أمين يا رب العالمين. يا أمين. يا رب تقدم لتقدم لي يا رب دايما. أمين يا روح قلبي. أمين يا رب. امين يا روح قلبي. حبيبتي تسلم ايدك على كل حاجه يا قلبي. تسلمي يا روحي، تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا دايما يا حبيبتي. امين ويخليك لكل كرو البرنامج يا حبيبتي. يوصل يا روح قلبي، بيسلموا عليكي في الكنترول. الله يسلمك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، في حفظ الله يا روحي، مع الف سلامه حبيبه قلبي، مع السلامه. انا هديت النار شويه عشان انا مش عايزه المكرونه بقى تلزق، فانا ايه مع التقليب كده زودت شويه مرق طبعا علشان تستوي. تمام.